كوتش نساوي لك هذه على اليوتيوب بوسكرا مشارك فيها الو وي كما قلت قبيلة نحن في نجحنا في انتداباتنا بنسبة 90% ما يجبش قولي 100% 90% كما قلت أني هما تبعناهم ملعبية في الكونستا اللي عملناه كنا في حاجة إلى المراكز هذه للبروفيل هذا كما قلت قبيلة المستوى اللي قاعدة فوس نوت هو لو ديباغ متاع ثلاثة لاعبين خلينا نقول أسامة وبسام لأنه هذوما ما نقولش ما كانوش في الحسبة لكن كانوا فما إمكانية أنهم يبقوا لو هما أبدأوا استعدادهم لأنه احنا حقيقة تقال راهو كإدارة كرئيس نادي ولا كمدرب كنا متشددين فيهم لآخر لحظة داير كي تشوفوا خرجوا نصف الليغ يدرجوا من الكلوب حابين أنهم يقعدوا حابين أنهم الكلوب في حاجة اليوم قلنا حتى لو هم إمكانية دخول المغادرة تكون في جوان لكن أصروا أنهم هم يغادروا ربي يرجعهم ربي يوفقهم والكلوب عليها لا تتعامل في غيابهم هم مع عناصر أخرى مع وذي سنة الله في خلقه ألوغ الانتدابات متاعنا إن شاء الله نتوسم فيها كل خير وتعطينا الإضافة خلينا نسبقوا الاحداث ونحكيوا على ديربي العاسمه ماتش ما فيهوش جمعيه مترشحين بلاي اوف ديجا اما يقعد ديما ديربي يقعد نصور كيفاش تحضيرات النادي الافريقي في التراب هذا كانت الماتش هذا شوف التراب ما كانش الماتش هذا راه التراب كانت للفتره الجايه يعني الفتره فيها تقريبا 17 18 مقابله بين كاس تورس بين 10 مباريات نتاع البلاي اوف بين 4 مقابلات نتاع الكاف الوغ الفتره اللي عملناها هذه فتره التحضيرات او الراحه هذه استغليناها مش للديربي استغليناها للفتره الجايه يعني المرحله الجايه اللي فيها 17 ماتش الوغ الديربي يبقى تحضيره خصوصي لانه مباراه خصوصيه تحضيره على المستوى الذهني اكثر منه حاجه اخرى لذلك حتى اللاعبين اللي كانوا في المنتخب او اللاعبين المنتدبين جدد او ماتيو ريزيكي اللي جاء الاسبوع هذا مش يكونوا من 8 لاعبين اللي شفتوهم هذوما اليوم مش يكونوا يمكن 5 على في 18 موجودين مقابله الديربي لكن ان شاء الله تكون دخله ايجابيه وهذا نتمناه لانه تحضيرنا مش يكون تحضير ذهني لكن راهو تاكدوا انه التحضيرات ولا الانتدابات تعملت للفتره الجايه ما تعملتش للديربي. علاش قادمين وان شاء الله حاطين اوبجيكتيف يعني بينات طبعنا لي جوار فما سوليداريتي كبيره وباش نفرحوا الجمهور ان شاء الله. الانتداب نتاع سليمان كشوك يظهر لي كثر عليه الحديث في الاخر يظهر لي هو اللاعب هو اللي قال الكلمه الفاصله باختيار النادي الافريقي. عشق للنادي الافريقي من الصغرى والا اختيار لاسباب اخرى. بون توضيح انا راني ولد سي ابي ونحب سي ابي من الصغير. النادي الافريقي اختارت خاطر النادي الافريقي بالحق يعني ناس تعاملت معايا حرفيه ناس منظمه ناس تعرف كيفاش تتصرف والحمد لله يعني الشوا نتاعي انا باش اخترت النادي الافريقي وفرحان اللي اخترت النادي الافريقي. سليمان كشك حاضر شفنا معناها في الجابون مشيت تدربت ما لعبتش تحس روحك حاضر قويك مباراه هامه السنه الجايه. صحيح مباراة بون ما فيهاش ريان كبير كما قلت لك مباراة برستيج احنا الديربي نحبوا نربحوه مي حاضر 100% للحق مانيش حاضر 100% مي من هنا للبلاي اوف ان شاء الله قلت ربي نلقى روحي من هنا الماتش سي ابي كوك نلقى روحي 100% ان شاء الله مع الوقت. سليمان الجمهور الافريقي يستنى فيك باش تعوض ملاعبي معناتها قيمة ثابتة في الكلوب الافريكي اللي هو سامح الحديد تصور مسؤولية كبيرة. والله انا جيت النادي الافريقي يعني مانيش باش نعوض اسامه الحديدي حتى اسامه الحديدي في كلوب افريكا انا وقتها في كلوب افريكا صح انا نلعب دو بوست يعني الانترنير وين باش يعمل الشوا هو وين باش يحطني لنا ولا لنا انا يعني لازمني نختار هو يختار الانترنير وين باش يحطني وانا نطبق وكا الماتش باش يكون ممكن يكون ديربي العاصمه ماتش ما فيهوش جو ماتش يقعد ماتش دو بريستيج. وي حتى احنا حكينا بينات بعضنا للجوار يعني ماتشات هذوما باش نحضروا بهم رواحنا احنا حاطين الاوبجيكتيف نتاعنا بصراحه البلاي اوف يعني باش 100% باش تلقاو النادي الافريقي في البلاي اوف 100% باش قلت ربي جروب هذايا فما القلب فما الرجل فانكر فما يعني كل سوليداريتي قلت ربي نمشيو بعيد ان شاء الله في الكوب والكوب دافريك والكوب ان شاء الله. أسامة شعلان جديد اليوم مع النادي الفريق تحدي جديد والله صحيح ان شاء الله ان شاء الله الواحد يكون في المستوى وان شاء الله يقدم الاضافه ان شاء الله. واش تلعب كونت اسبيرونس ديربي بلاي اوف واش تلعب كونت ديربي مره اخرى عليه وتو في البلاي اوف اي شو تلعبوا في الكوب
ايش فما دي في بيرسونيل كاين شويه اللي كنتي والله صحيح حاجه عاديه ان شاء الله واحد ممكن يحاضر ويقدم الاضافه وان شاء الله واحد يكون في المستوى وكا ان شاء الله نفرحهم ان شاء الله باذن الله على الاحتفاظ بهم حاليا معناها سواء الحدادي ولا بالنسبه لبسام صرافي وبالتالي ما كانش فما امكانيه انهم يواصلوا معنا بطبيعه الحال مربوطين بعقود ولكن كذلك عندهم رغبه كانت انهم يتحولوا الى الفرق نتاعهم هذه والفرق نتاعهم كانت مصره على انهم يكونوا في الفتره الحاليه تحت ذمه الفرق الجديده نتاعهم نتمنى لهم النجاح والتوفيق ولكن احنا الحاج الامر ايجابي انه قرينا حسابنا للموضوع هذا وتحركنا توا شهر وشهر ونص التالي كنا عارفين انه ربما بسام يخرج فيقرينا حسابنا في المركز هذاك كنا عارفوا انه حدادي كذلك عنده الرغبه انه يخرج فيقرينا حسابنا الموضوع هذا يتمنى جمهورنا الافريقي اللي المراكز هذه كلها معناها عندنا البدلاء نتاعهم كل سوا بقعه بسام ولا كذلك الحدادي عندنا سليمان وعن علي العابدي وعندنا الزمزمي اللي يكون مستقبل من امال كره القدم التونسيه فلا باس الحمد لله رصيد بشري متوفر حاليا لاباس عليه. سمير فما لاعبين اخرين جمهور الافريقي ممكن يستنى فيهم كيما مثلا احمد حسني شنو يخلي صفقه مثلا احمد حسني لاعب نقدروه وانا شخصيا معجب به ولكن كنت من اختيار لاعبين اثنين كسوى منوبي من باجا ولا احمد حسني اخترنا منوبي نظرا لصغر السن نتاعو. يظل في الميركاتو هذاك فما تنافس شويه مع الاسبيرونس فما ديربي كان في سوق الانتقالات على سليمان كشوك كيما زاد على سامي الهميم ديربي حضر صار في الميركاتو قبل تالي التنافس نزيه ورياضي بينا وبين الجمعيات الكل على كل حال ولكن نقولوا احنا انا شخصيا ما عنديش علم بموضوع انه الترجي كان في البيست نتاع سامي همامي ولا سليمان كشوك كان التعامل واضح مع الهيئه المديره نتاع الفريق الاثنين اللي بالمناسبه نحب نشكرهم وكان التعامل مع الملاعبيه بصفه مباشره وبالتالي سليمان كانت عنده رغبه شديده انه يحمل قميص النادي الافريقي وعاوننا برشا في الملف سليمان نحب نشكره بالمناسبه ونتمنى له كل نجاح وكل توفيق. سامي همامي نفس الشيء كانت عنده رغبه كبيره انه يتقمص زي النادي الافريقي وتمكنا من ذلك وهنا لابد ان نشكره كذلك هيئه المديره اللي حمامات اللي كانت في مستوى عالي وكان اسلوبها حضاري نتمنى لها النجاح والتوفيق.